من القاهرة مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء جمال مظلوم. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جمال. أي مرحلة دخل الجيش المصري عسكريا الآن منذ بداية هذه العملية شباط فبراير الماضي؟ يعني احنا عارفين ان العملية تم التكليف بها او بدايتها كانت في 9 فبراير الماضي. الحقيقة القوات المسلحة خلال هذه الفترة تقترب من 3 شهور، كل تقريبا 5 ايام اسبوع تقريبا بتصدر بيان عن نتيجة العمليات خلال الفترة الليلية ما بين كل بيان والآخر. أنا بتصور الحقيقة أن العملية بتقترب من نهايتها في الفترة الحالية، لأن طبعا الإنجازات اللي اتحققت خلال الفترة الماضية كبيرة بالدرجة، بما يعني إحنا ما كناش متوقعين أن هم يحققوا هذه الإنجازات خلال هذه الفترة. إحنا بنقول دي عملية شاملة لأنها شاملة كافة أنحاء الجمهورية، سواء كان الاتجاه اللي هو في سيناء في الشمال الشرقي أو في المنطقة الغربية أو في اتجاه المنطقة الجنوبية. البيان بتاع النهارده الحقيقة قال عن إنجازات تحققت خلال الفترة الماضية، وهي القضاء على 21 إرهابي شديد الخطورة والقبض على 238 شخص ما بين إرهابي ومطلوب. القوات الجوية برضه استهدفت 3 أوكار للإرهابيين موجودين في منطقة شمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة، تدمير كما جاء في البيان 391 ملجأ ووكر ومخزن وثلاث منازل كانوا مفخخه. تم اكتشاف 15 خندق مواصلات بطول حوالي 150 الى 300 متر. دي خنادق بتبقى محفوره في الارض عشان الارهابيين يتنقلوا فيها، ما يبقوش ظاهرين من فوق سطح الارض، بيستخدموها للتنقل. وضبط وتدمير حوالي 30 سياره دفع رباعي وحوالي 50 دراجه اليه. كمان ضبطوا الحقيقه، كان الارهابيين استخدموا حاجه جديده المره دي، وهو استخدام الجمال لنقل الدعم اللوجستي للبؤر الارهابيه بتاعتهم، وكانوا محملين عليهم عدد من الاحزمه لان دي طبعا ما كانتش متوقعه وما كانش ضبطت مثل هذه الامور في السابق. برضو ايضا تم تدمير 63 مزرعه لنبات البانجو المخدر. الحقيقه عايز اقول ان سينا كان يعني بيستغلوها الناس باعتبارها يعني بعيده عن الاسكان والسكن والكلام ده كله بزراعه البانجو الحقيقه، ودي يعني باين من كل عمليه من العمليات يتم تدمير نسب كبيره او اعداد كبيره من هذه المزارع. طبعا تم تدمير حوالي 21 ابوه ناسفه كانوا زارعينها على المحاور المختلفه على الطرق، بحيث ان القوات وهي بتتحرك يتم تدميرها في اثناء سرها. برضه على المنطقه اتجاه المنطقه الغربيه كما جاء في البيان الحقيقه تدمير 4 سيارات والقبض على 13 سياره اخرى كانت محمله بالاسلحه مهربه من الاتجاه الغربي يعني من اتجاه ليبيا. برضه المنطقه الجنوبيه تم ضبط 6 عربيات كانت بتحاول التسلل من الاتجاه الجنوبي من اتجاه السودان. طيب كخطط استراتيجيا انه لن تطول هذه المعركه، كخطط الاستراتيجيه برايك سيد جمال ما الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اليوم، خاصه بانه ضمن التحقيقات من المتهمين 88 متهما من الموقوفين تحدثوا عن كيفيه تنفيذهم لما يقومون به، وانه تركز طبعا محافظه شمال سيناء، وانه جماعه الكوادر الجماعه على تواصل دائم ومستمر مع القيادات بسوريا وبالعراق. يعني دعيني اقول لحضرتك ان كل ما بيتم القبض على مرهبيين بتحصل القوات المسلحه والاجهزه الامنيه منهم على معلومات دقيقه وبتبقى يعني مؤكده منهم، وبتم مقارنتها ببعض العمليات اللي تمت في السابق، فبالتالي بتبقى فرصه كبيره ان هم بيزدادوا من المعلومات وهيبقوا مؤهلين للاستعداد لها لما يمكن ان يقوموا به في المستقبل. وانا بتصور ان دي بتساعدهم على مزيد من القبض على الافراد الارهابيين ومزيد من القتل لهم، لان تبقى معلومات مؤكده منهم عن البؤر اللي هم مستخبيين فيها او الاتجاهات اللي هم ناويين يهاجموا فيها اهداف في المستقبل. فدي لا شك تبقى معلومات جيده الحقيقه بتساعد الاجهزه الامنيه في تحقيق الامن والاستقرار. انا عايز اطمن حضرتك والمشاهدين ان العمليه قربت للانتهاء، لان خلال الفتره اللي فاتت يمكن احنا ما بنشوفش اي عمليات ارهابيه بتتم خلال الفتره الماضيه، وده طبعا بيبين ان هو العمليات اللي بتقوم بيها ناجحه خلال الفتره اللي فاتت. انا اشكرك جزيلا من القاهره الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء جمال مظلوم.